اليوم المغرب كيشهد واحد الثورة في مجال النقل وبالأخص مدينة الدار البيضاء اللي غتصبح مدينة ذكية، وهذا الشيء ما هو إلا يعني واحد البداية وانطلاقة ديال المشاريع ديال النقل عندنا في المغرب. مدينة الدار البيضاء بالخصوص شهدت واحد العدد كبير ديال التطبيقات اللي بدات كتبان على ارض الواقع وفي بعض المدن. هاد التطبيقات اللي صراحه واحد الشريحه كبيره ديال المواطنين اللي كيستعملوا التطبيق راضين كل رضا على هاد التطبيقات، لما لها من واحد الجوده في الخدمه، وكذلك هذاك السائق اللي كيشتغل في هاد التطبيق حتى هو راضي على هاد الخدمه. لما؟ لان هاد الخدمه هادي وفرت لي واحد المدخول يومي، كاين واحد العلاقه ما بين المواطن اللي كيستعمل هذا التطبيق وكذلك داك السائق اللي كيتوجه عند داك المواطن. لكن للاسف كنشوفوا بعض النقابات اللي يعني كتستعمل بعض الوسائل الغير قانونيه، انها كتجي كدير بعض الحوايج بحال شكل الصفه الضبطيه، واللي هذا الشيء هذا صراحه مؤسف، سرت ان بعض الزبائن كيكونوا اجانب كتهزهم من المناطق اللي هما كيكونوا فيها، وواحد الوقيته كيتفاجئوا بواحد العدد ديال الاشخاص كيوقفوا هذه السيارات الخاصه، وهذا السلوك اللي كنتمنوا ان السلطات يعني تسن واحد القانون لهاد السيارات الخاصه، لان صراحه الى يعني دار واحد في المثل واحد تقرير على واش هاد الخدمه هادي عندها واحد الجوده، فاكيد واكيد ان المواطنين اللي كيستعملوا التطبيق غادي يقولوا بان فعلا كاينه الجوده، لان انت كتمشي حتى لعند المواطن حتى للبيت ديالو، يعني حتى لحدا المنزل ديالو كتهزو كدير الوجه، والشركه اللي عالميه اللي كدير هذا العمل هذا صراحه ضابطه الامور، لان هذا الشخص اللي هو كيشتغل في هذه السياره الخاصه قبل ما يخدم في هذا التطبيق راه كيعطي لي دوني ديالو، يعني كيعطي المعلومات ديالو من الفيش اونتوبروميتريك، من واحد العدد ديال الوثائق اللي هذه الشركه هذه كتعرف بان هذا الشخص هذا يستحق مزاولة هذه المهنة هذه. فهنا كنتمنوا أن السلطة أنها تخدم، أو الحكومة إن شاء الله المقبلة اللي غادي ينتخبها الشعب، أنها تخرج لنا قانون ديال التقنيل لهذه السيارات الخاصة. الحمد لله احنا مؤهلين وعندنا كفاءة وكنتكلموا اللغة الحية، والحمد لله أنه كسبنا واحد الخبرة طويلة في مجال النقل العمومي ونقل الأشخاص، لكن اضطرينا باش نلقينا إكراهات في قطاع سيارة الأجرة، لأن تحرمنا من الترخيص وتحرمنا من استغلال. فاليوم معلمين الشكارة هما اللي مسيطرين على الميدان، هاد معلمين الشكارة تغاو، خويا كاين اللي عنده 30 و40 و50 و100 تاكسي، ما عرفناش اش من قانون اش من ظاهر شريف كيسمح لهاد الناس هادو باش يقتنيوا هاد الاساطيل ديال هاد السيارات هادو. اليوم كاين كل سيارة الا وخصك 7-8 شيفورات على كل سيارة، فما ادى الى العطالة، وهاد السائقين المهنيين اليوم ما كيلقاوش فين يخدموا. اليوم هاد معلمين الشكارة كيفرضوا واحد الضمان على كل سائق مهني الا بغى يشتغل في سيارة الأجرة، كيخصو يعطي واحد 5000 درهم ولا 10000 درهم كضمان كتبقى عند معلم الشكارة. معلم الشكارة غير قانوني، لأن الظاهر الشريف ما فيش هذا قطاع اجتماعي وليس لغاية تجارية. أما معلم الشكارة اللي عنده 30 و50 و100 تاكسي فهذا غاية تجارية، هذا السيد كيعمل شركة. اليوم حنا معرضين للعطالة، فالحمد لله بهذه التجربة ديالها كلها أن نقلناها إلى النقل التعاضدي. اليوم السيد كاتب الدولة كيتكلم على النقل التعاضدي وتطرح في البرلمان، هذا اليوم حكر على المهني اللي كان كيسوق الطاكسي وعنده تجربة في نقل الأشخاص، اليوم معرض للشارع والهشاشة، فلقى ملاذ ديال هاد التطبيقات ومشى كيشتغل فيها. كنخدم في سيارة الأجرة منذ حوالي 12 سنة، ما يقارب 12 سنة،
فحاليا كنشتغل على سياره خاصه عبر تطبيق ذكي. الاشتغال ديالي عليه ما كانش محض صدفه، ولكن كان من اصرار واقتناع بفكره وايمان بها منذ سياره الاجره، حيت اشتغلنا على هاد التطبيقات الذكيه، اشتغلنا على داخل سياره الاجره وحاولنا باش ندمجوها في قطاع سياره الاجره بشكل يعني يحسن من الوضعيه ديال سياره الاجره ويجود الخدمه ديال صوره سياره الاجره ويحسن المردوديه ديال سائقي سياره الاجره، فالشيء اللي لاقى الرفض من طرف بعض الجهات وبعض الفئات الغالبه داخل قطاع سياره الاجره. هذه الفئات هذه اللي ماشي من مصلحتها ان بعض التطويرات ولا بعض التكنولوجيا تدخل لقطاع سياره الاجره، وبعض الوعي او لا شكلا ما يعني ثقافه جديده لنقل وتنقل داخل المدن او خارج المدن بشكل مغاير للشكل القديم التقليدي. ففي ظل هذا الرفض ديال هاد الناس هادو حاولنا احنا باش نفرضوا نفوسنا، فخرجنا كنشتغلوا داخل سيارات كما كتشوف، سيارات كتناسب العصر وكتناسب المتطلبات ديال الساكنه وكتناسب الاحتياجات ديال الساكنه، حيث انه يتنقلوا في اريحيه وتنقلوا في ظروف يعني مرضيه ومقنع على الزبناء ديالنا. فكنشتغلوا باريحيه، كنحسوا باستقرار مهني، كنحسوا بمعالجتنا الموضوع ديال رفض الزبناء، معالجتنا الموضوع ديال عدم 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 الاتجاه لاي وجهه كيبغيها الزبون، وضع الزبون في المكان اللي كيحبه هو بالطريقه اللي كيبغيها، نقله بشكل خاص بريفي كما تنقولوا، ماشي بارطاجي كما يعني. حاولنا باش نجودوا الخدمة ديالنا داخل السيارات عبر التطبيقات الذكية، ونعبروا على الإرادة ديالنا والرغبة ديالنا في تطوير مجال النقل والتنقل داخل وخارج المدن، شيء اللي كان مرفوض من طرف واحد الفئة غالبة داخل قطاع سيارة الأجرة، واللي هي كتفرض نفسها بالسلطة وبالنفوذ وكتفرض نفسها بالهيمنة ديالها على جميع الامتيازات وجميع الحقوق اللي ممكن تمتعوا بها جميع السائقين، كيتمتعوا بها فقط هذوك الفئه. وكنتمناو ان شاء الله هذا القطاع هذا تكون فيه واحد التفاته، لان فعلا حاليا مؤخرا كنشوفوا بان شريحه كبيره من المجتمع المغربي تثيق في هذه وسيله النقل وتثيق في هذه السائقين البروفيسيونيل ميدانيا وتثيق في هذه طريقه الاشتغال ديالهم وجوده العمل ديالهم، وكتطلبهم عبر تطبيقات عبر عقود الكترونيه بينهم وبين الزبائن وبين الشركه اللي هي محتضنه لهذا التطبيق هذا، وبين المنظمه اللي كتسعى جاهده انها تقنن هذا القطاع هذا وتحاول ما امكن تعطيه واحد الصيغه قانونيه باش يشتغلوا هاد الاخوان ويكون عندهم استقرار مهني ويكون عندهم استقرار في المدخول ديالهم واستقرار في العمل ديالهم، ويعيشوا حتى نقول حتى انه ممكن يعني يضمنوا حقوقهم الاجتماعيه وحقوقهم كمهنيين.